تعودتوا كل جمعة بهيدا التوقيت تتصلوا مباشرة على الهواء بمايك فغالي، فهلأ الوقت المناسب حتى تبلشوا اتصالاتكم. صباح الخير مايك. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. يا أهلا. يعطيك ألف عافية. تسلمي. أكيد دايما وكل نهار جمعة بيكون في أخبار جديدة، إن كان على صعيد لبنان وإن كان على صعيد العالم العربي وحتى على صعيد العالم بشكل عام. نحن لوين متوجهين؟ نحو صيفية مرتاحة، في أوقات تخوفات ومخاوف هيك من قبل الأشخاص يلي هيك بيكونوا عم بيوزعوا الصيفية حارة السنة مثل كل صيفية بضل في شيء. من ناحية السياحة لبنان رح يكون مزدهر كتير، الأوتيلات رح يكون فيها كتير سواح عرب وأجانب ولبنانية، بس بتخلل هاي المرحلة في خضة كتير كبيرة بدنا نمرق فيها، ولكن مش بجميع المناطق اللبنانية. رح تنعكس على خضة شبه داخلية. خلينا ناخذ اول اتصال واكيد بنتابع دائما ضمن التوقعات الاسبوعيه. الو صباح الخير. صباح الخير. يا اهلا تفضل، شو بدك تسال مايك؟ صباح الخير مايك. صباح النور. كيفك؟ نشكر الله. بدي اسالك، قلت لي في انفراج مادي هذا الشهر، في شيء؟ حبيبي ما قلت لك هذا الشهر في عندك فرجه صغيره بتقدر تسكر قسم صغير من ديونك. امتين تقريبا؟ ما فيني اعطيك نهار، بس هذا الشهر. شهر الجاي كيف؟ صحيا منيح عليك، معنويا منيح عليك، ما في اي خطر. بنشكر اتصالك. قد ايه المتابعه بتكون يوميه وشهريه، وقد ايه الواحد في يكون هالقد في مصداقيه؟ في مصداقيه، بس الواحد قد ايه بيعتمد على هيك امور؟ هل هي كمان دائما بتجي من ناحيه ايجابيه؟ يعني اذا اعطيتني هالفايبز الايجابيه انه رح تنحل ورح تنفرج، بتلعب دور معي أكيد انه يكون اكثر ايجابيه ومرتاحه؟ 100%. مجرد ما يصير يفكر انه انا بكره بدي انفرج، الطاقه الايجابيه اللي عم تطلع منه بتجيب له فرج، بتجيب له ارتياح. يعني هي القشه ما بتخلص غريق، بس بصير هو يسبح تيوصل لعندها للقشه، وهي عم تبعد عنه بلاقي حاله وصل على الشط. وقد ايه اوقات الامور يلي بالفعل بتشوفها سلبيه فيك تقولها مثل ما هي، ولا بتلطفها بتعكسها هيك بطريقه ايجابيه؟ واذا ما زبطت حاول استعمل سياسي بالكلام، انه بوصل الرساله كامله ولكن بطريقه يتقبلها الشخص اللي عم يسمعها، ما تشكل خطر عليه. مايك بدي اعزيك بخالك. اكيد الله يخليك يا قلبي. كان لازم من الاول. قد ايه هيدي الامور بتتوقعها حتى عائليا؟ قد ايه بتشوفها؟ قد ايه يمكن كمان ما بعرف قلت له لخالك انتبه على صحتك؟ لا لا له شخصيا لا، بس كنت شوي محضرهم بالعائله. حضرناهم شوي بالعائله. خلي لك اهلك. بناخذ اتصال. الو. الو تفضلي مدام. بس عم بيحكي هو. تفضلي تفضلي، لأنك معلية صوت التلفزيون وطي على الآخر. ايه. عم بيسمعك مايك. ايه طيب. يلا. صباح الخير. صباح نور. بدي أقول لك إني أنا مريضة كثير ودخلت المستشفى والثاني لهلا مريضة. بدي أعرف بس عن صحتي، وبعدين أنا حكيتك شي 4-5 مرات مشان الأفضل اللي إلي. وتقول لي بدك تقبضيها ولسا هلا ما قبضتها، لسا في مجال؟ في مجال، ورح تقبضيها ورح تعرفي كيف بدك توزعيها. بالنسبه لصحتك اتمنى عليك تضلك مرشي بارشادات الطبيب والادويه على الوقت، ما في اي خطر على حياتك، ولكن التعب اللي حاسستيه هيدي من اثر السخونه او المرض اللي كنت مرقه فيه عم بيظهر من جسمك تدريجيا. كوني فرحه، انبسطي بهالنوع من الألم لأنه عم بيخرج من جسمك، يعني ما في خطر على حياتك نهائيا، وأمورك إلى أحسن، والقبضة رح تقبضيها ورح تعرفي كيف توزعيها. سلامة قلبك أدال، وإن شاء الله كل شيء إيجابي بيصير معك. أكيد المواضيع الصحية مايك كمان بيستشيروك فيها، وأوقات بلا ما يستشيروك بتكون عم تعطي هيدي النصايح بأمور ما بعرف لأي درجة صرنا كلنا لورا يعني بالصحة، فكمان هيدي النقطة كيف بتبين معك؟ هلا كيف بتبين معي؟ أنا ما بعرف، بحس فيها وبحكيها عادي مثل ما أنا حاسس فيها.
ولكن إذا شوي صغيرة منتدارك عدة أمور منخفف على حالنا أوجاع وأمراض، يعني طريقة الأكل، طريقة التفكير، هاي الأشياء كتير بتخفف عنا. مثلا هلأ بطل فينا مثل قبل نعنع نمسكون نغسله ونشطفه بالماء، صرنا ننقعه بمي وملح. في كتير أشياء لازم نقدم عليها نعملها تنخفف الفيروس اللي عم يفوت على جسمنا من المي اللي عم تنسقى فيها الزريعة، من الهواء اللي عم نتنقشه إذا بدك، كل شيء. اتصال جديد. ألو، أهلا، تفضلي. وإليك كمان أكيد، تفضلي. ألو، صباح الخير. إيه صباح النور، يعطيك العافية. الله يعافيكي، بس علي لي صوتك شوي. بس بدي أسألك، في أسألك عن صحة الماما. صحة بدي أسألك، هي بتمتلي كذا عقار، إذا رح تبيع في عقار بالوقت الحالي، وبعد سؤال إذا رح يصير لي أنا وظيفة بال هلا حاليا يعني. نعم. من ناحية الوالدة ماني شايف أي نوع من الخطر، بس الأمور منا على الصعيد المرض أو الأوجاع منا ثابتة، يعني في تفاقم لها بعض الشيء ولكن لا تشكل خطر على الحياة. من الناحية العقارية عندكم انفراج قريب جدا، المفروض قبل نهاية شهر أيلول تكونوا انفرجتوا. على الصعيد العملي ما في عندك أي تغيير، بشهر 11 ببلش التغيير عندك، كون استلمتي وظيفة جديدة وتكون أمورك جيدة جدا. نشكر اتصالك، وأكيد مايك كمان في فكرة الشغل يلي هو كتير عائق صار قدام الكتار. اليوم عم نحكي وعم نحتفل بالممرض، عيد الممرض العالمي، هالمهنة بحد ذاتها إذا بدنا نحكي هلأ عنها، كنا بعدنا قبل شوي عم نشجع وما في إقبال كتير عليها. بناخد اتصال وبدي أخد رأيك بهيدا الموضوع، وبدي منك تشجع الكتار لأن بيسمعوا منك كمان. وأنا اشتغلت بأول حياتي ما مشان هيك عم بسألك. ألو، صباح الخير. صباح النور، تفضلي. بدي اسال مسيو مايك عن حياتي العاطفيه والمعنويه والماديه، كيف حتكون الظروف لقدام لو سمحتي. صباح الخير. صباح النور. اتمنى عليكي ما بقى تلتفتي وراكي، يعني سامحت كثير وانأذيت كثير على صعيد العاطفي وعلى صعيد الامور الاجتماعيه. بتمنى عليكي ما بقى تطلعي لورا ترجع ترد الماضي للحاضر. افتحي صفحة جديدة، أمورك جيدة جدا، ماني شايف أي نوع من الخطر عليك. خطرك على حالك من حالك، لأنه طيبة قلبك عم تخليك توثقي ببعض الأشخاص، هون عم بيصير في جرح للعواطف كل فترة وفترة. فافتحي صفحة جديدة، ضمن هذا العام تتغير الأمور كلها لمصلحتك على صعيد عاطفي وصحي ومادي. موفقة جيهان. فإذا نرجع لموضوعنا، لأنه امتهنت هالمهنة يلي هي رسالة بحد ذاتها، ومثل ما كنت عم بذكر وهلأ كنا حكينا عن الموضوع وحكينا مع الصليب الأحمر عن الموضوع، أنه ما في إقبال أبداً، واليمكن المعاشات كتير عم بتكون واطية والأهل مش عم بيشجعوا. هي المشكلة أنه أظن أنه هاي هي المشكلة، أنه كتير ما عم بيقدروا يفوتوا فيها، لأنه كل مستشفى صار عندها معهد تمريض لإلها، بطلت تاخد حدا. واللي بده يفوت يعمل بمعهد تمريض للمستشفى عم تكون كلفة كتير عالية عليه، فبقلك بعمل غير شيء. إذا بكون في معاهد مجانية يعني كاملة عم تكون أعلى من قديه رح يرجعوا يطلعوا يعني بالمستشفى، كأنه عم بيدرس طب وعم بروح وقت كتير طويل، وبنفس الوقت عم بيعمل استاج بالمستشفى مش عم بيدفعوا له. ليش؟ لأنه هو عم بيتعلم ولازمه استاج. إذا بتتفبرك شوي صغيرة القضية بتخفضوا التسجيل والدراسة، اللي بفتكر بكون في كتير، لأنه يعني بدأ تبرعات أكثر. الممرض أهم من الحكيم ببعض أحيان، لأنه بكون هو قبل الحكيم موجود، بيقدر يكون كاتم أسراره للمريض، بيقدر خلص له حياته. مرات الطبيب بيتأخر تيجي، الممرض بياخد مسؤولية كتير كبيرة هون. لا، أنا بشجع الكل يكون ممرض. رح نتابع بهيدا الموضوع وناخد اتصال. ألو. ألو، بونجور. ألو، بونجور، تفضلي. في نحكي مع مايك؟ أكيد، تفضلي. ألو، صباح الخير. صباح النور. يا أهلا. بدي أسألك عن شغلي وعن عائلتي، عن بنتي وعن ابني. مصر. شو السؤال بس؟ بدك تسألي بس شو السؤال؟ بدي أسأل عن شغلي، شغل ما منيح. هلأ الأمور كلها شوي كلها سوا جامدة على الصعيد الاقتصادي، على صعيد البلد كله. الأمور تبدأ بالتحسن المفروض بمنتصف شهر 6 على صعيد الاقتصاد،
رغم أنه بين شهر 6 وشهر 7 في خضة بدنا نشهدها، ولكن ما راح تأثر سلبا على الاقتصاد اللبناني أو على الأشغال الصغيرة. عائليا ماني شايف أي نوع من الخطر على أي فرد من العائلة. في عندك فرحة كتير حلوة بدك تحسي فيها بين شهر آب وأيلول. مايك، إذا بدنا نرجع لموضوعنا ونحكي عن ناحية التمريض من ناحية ذكورية، يلي كمان في كتار ومنهم الأهالي ما بيشجعوا ابنهم أنه يفوتوا بهيدي المهنة لأنه بيعدوها أكتر هي للإناث. حضرتك امتهنتها لفترة معينة، كانت مش ممرض، كانت بغرفة العمليات بأحد مستشفيات بيروت، قعدت فترة طويلة منه خبرة ومنه مساعدة. كان وقتها في أحداث بلبنان وكنت تواجد. لا بالعكس، بالعكس في شباب كتير عم بفوتوا فيها، ولكن ما عم بيجيهم الفرصة أنه يبينوا. إذا بيعطوهم الفرصة أنه يبينوا بلبنان 39% حسب الإحصاءات، وهي أحسن بكتير من أمريكا 12% بعتقد برا. في شيء متقدمين في حق. مثلا اتصال جديد. ألو الو. اهلا تفضل. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير مايك. صباح النور. لو سمحت بدي اسالك، انا اتصلت فيك قبل فتره عن زوجتي، عندي مشكله واولادي بيرجعوا لي او لا، وبرجع من الامارات على الاردن ولا لا. بس اول سؤال، مشكله انت وزوجتك؟ ايوه. نعم. تيرجعوا لك نهائيا لا، ولكن بصير في تقارب بيناتكم، بيرجع بصير اللقاءات، بتصير الامور جيده. ما فهمت سؤالك بخصوص الاردن، شو كنت عم تسالني؟ شو كان السؤال عن الاردن اذا بيرجع على الاردن؟ بس هيدا هو السؤال، اذا في رجعه. في رجعه على الاردن، ماني شايف اي نوع من الخطر. ولكن انت من النوع اللي تسرعت بمرحله كثير كبيره على الصعيد العملي وعلى صعيد العائله، وهلأ عم تجني ثمار ما فعلت. الأمور بتبلش إيجابية معك المفروض بغضون شهرين أو ثلاثة أشهر. اتصال جديد. ألو. ألو. بونجور. أهلا بونجور. تفضلي. بليز بدي أسأل أستاذ مايك عن إذا عندي تغيير بالعمل، وبدي أسأل عن الوضع العاطفي، ولا بحس حالي مش كتير محظوظة عاطفيا. صباح الخير. محظوظة ولا لا؟ صباح الخير. صباح الخير. يا أهلا. بدي أسألك إذا عندي تغيير قريب بالعمل. تغيير؟ إيه بالعمل. لا. تغيير بالعمل ككل لا. في عندك ممكن من مكان إلى مكان بنفس العمل. من الناحية العاطفية بالعكس كتير محظوظة، والله بحبك وبنجيك من الأشخاص اللي مش لألك. ليه عم تفكري حالك مش محظوظة؟ ولا هيك بلاقي. لا بالعكس، لازم نشكر الله على طول، لأنه لو في خير لقلنا هيدا الشخص كان ربنا خليلنا إياه. ما تفكري بالطريقة السلبية، فكري بالطريقة الإيجابية، أنه اللي جاي كتير مهم بالنسبة لألك رح يكون، ومن ثم من بعد ما تعيش المرحلة الحلوة رح يكون في عندك سفر بالعام المقبل. يلا موفقة، وبدك تفكري إيجابيا مثل ما عم بقلك مايك. قدي نحنا مايك أوقات بنوقع قدام مصايب بعد سنة مثلا أو ست شهور، بنطلع عليها ومنلاقيها هي الشغلة الإيجابية، منا أبدا طبيعي. مصيبة، بس بلحظتها دغري، بلحظتها دغري بنقول ليش الله هيك عم بيعمل فيها. ما الله ما بيعمل شيء مش منيح. وكل هول واحد فركش بلك هيك الله بده، لا الله مش هيك بده. فعطول مفكر انه او لصالحة تفركشت احسن طبيعي يوقع علي شيء. 100% يمكن بهاللحظه اللي تاخرتها لما تفركشت تكون في شيء برا بده يصير. فدائما خلينا نقول نشكر الله مش كتر خيره، لان خيره كثير كبير ما عم نعرف نستعمله. خلينا نضلنا عم نقول نشكر الله بالحياه. مايك، قد ايه الامور يلي هي هيك ما ورقيات ما بيفهمها الشخص، دائما بيسال يمكن بامور الموت شو العبره منها، ليش نحن يعني بنموت بعمر صغير وفي كبار بعدهم موجودين بهالحياه، وما بعرف يمكن هن عم بيتمنوا الموت بس بعدهم موجودين بهيدي. كيف تحكي مع الناس برؤيا يوحنا؟ بقول لهم تتمنون الموت ولا تجدونه. اثنين بكونوا ماشيين، الصالح يختفي بيطلع عند الآب والباقي بضل. فهول الأشياء كلها إجاباتها موجودة بالكتاب المقدس بالإنجيل. فينا إذا منقريون بنعرف شو اللي عم بيصير معنا، بنعرف شو العقبات اللي بتوقف بوجنا، كيف فينا نتحداها ونكسرها. لازم شوي صغير يكون في عنا وعي.
يعني اللي بيقرا اللي بيقرا الكتاب المقدس هو دستور الحياه فينا نمشي فيه، بطل نحس بانزعاج، بطل نحس بتعصيب، منعزي حالنا انه اذا انا انضربت ماني احسن من المسيح، المسيح انضرب. اهانوني هو كمان انهى. في عندنا تعزيه على كل شيء بالحياه. صحيح. ناخذ اتصال من نجمه. صباح الخير. بونجور. تفضلي. بونجور مسيو ماك، كيفك؟ صباح الخير، بس علي لي صوتك شوي. بونجور. صباح الخير. بونجور، كيفك؟ صفا. نشكر الله. ايه، بس بدي اسالك اون جينيرال عن كل شيء بعائلتي، يعني هيك نظره سريعه. ترجعي بتعيدي لي، اعملي معروف. يعني هيك نظرة سريعة. ايه، نظرة سريعة. اتمنى تكوني تعلمتي درس من الماضي حتى ما ترجعي توقعي بنفس النقطة مع اشخاص مقربين. في مثل كأنه لم شمل بتكون تمرق فيه، رح ترجع السعادة من اول وجديد، رح يكون في بحبوحة مادية بشهر 9. ولكن أتمنى عليك الانتباه جدا، إذا بلشت عم بتحسي بأوجاع الظهر تلتجي لطبيب العائلة أو لطبيب مختص في هذا الموضوع بالعمود الفقري. أكيد اتصالاتكم بعدنا عم ننطرها مباشرة على الهواء، فيكم تسألوا السؤال يلي بدكم إياه لمايك، وطبيعي مايك دايما بهيدا التوقيت بيكون معكم مباشرة على الهواء. الاتصالات مايك يلي عم توردك من لبنان ومن خارج لبنان، نعم. أكيد يمكن أوقات ما بتلحق عليهم، في توقيت معين إذا بترجع من الساعة 9 الصبح لغاية الساعة 6 المساء، لأنه كثير بيسألوني ليه مش دايما مايك برد على تليفون. ما فيني أكثر من الساعة 6، اعتبروا موظف إذا بدكم. الساعة 6 ببلش عندي شغلة ثانية. يعطيك ألف عافية. ألو. ألو. بونجور. تفضلي. بونجور. يا أهلا، تفضلي. أستاذ مايك، أنا فيني أعرف، صباح الخير. صباح النور. فيني اعرف اذا عندي زواج هالسنه، وحابه اعرف انه بالمستقبل في اولاد، وعن حياتي العاطفيه. نعم. في عندك زواج في المستقبل. هذا العام بكون عندك ارتباط، الارتباط الاول، والعام المقبل بكون في عندك الزواج. الحياه ككل رائعه بالنسبه لك، ما راح تضلك وحيده. بالسابق ما كنت عايشة لحالك، ولكن الوحدة كانت ساكنة فيك. هلأ الأمور كلها سوا مغيرة، والأمور لمصلحتك وإلى ازدهار أكبر على الصعيد المادي. أكيد اتصال جديد كمان حول مواضيع عديدة، وأغلبيتها عم بتكون موضوع المادة والصحة، يمكن هيدا هاجس الكتار. مادة وصحة وارتباط. 100%. أكتر. ألو. بونجور. يحكي مع مسيو معاك. عم بيسمعك. بدي اساله عن وضع العائله، ولادي شاب وبنت. صباح الخير. صباح الخير. اذا شوي بكون السؤال واضح اكثر. بدي اسالك عن وضع العائله، انا واولادي شاب وبنت. نعم. ماني شايف اي نوع من الخطر على العلاقه العائليه. أنت من النوع شوي صغيرة عصبي، ولكن طيبة قلبك حلوة. بتمنى عليك إذا في خطة سفر من مكان إلى مكان آخر، ما تفوتي بموضوع أنك تقنعي أشخاص ما يسافروا. ما تخلي طيبة قلبك تتحكم بمستقبل غيرك. وأتمنى عليك كمان ترجع الطالبة بجزء من حقوقك الماضية حتى تقدر ترتاحي فيها ضمن هذا العام. في شيء على صعيد عقاري بتم آخر. نشكر اتصالك مدام، وأكيد بناخد اتصال جديد. حتى قد الموضوع العاطفي هيك بلجوا عليك فيه، يعني في أوقات أشخاص بضلهم عم يتصلوا ويقولوا لك قلت لنا هيك، والموضوع العاطفي قد ايه بهم، يعني خفلنا عنه بالأول. لكن الأمور العاطفية ما بعرف، يمكن في قسم العالم فهمانه غلط. العاطفي غير الحب، والحب غير الزواج. بس بقول لك العاطفه هو بيجملها كلها سوا. اذا مشان هيك بقول لهم انه اذا بكون سؤال واضح اكثر تعرف كيف بدي جاوبهم، باي طريقه بدهم الجواب يطلع. يتوقعوا انت لازم تعرف هيك بده. اهين لهم هيك الواحد ممكن. يكون بشكل عام اللي عم بس اعطي لمحه عامه
بيرجعوا ببلشوا الاسئله ساعتها اللي هن بدهم اياها. فمشان هيك لانه الهواء انجع عنا دقيقه لهم دقيقه لإلي، مشان هيك بحدد انه يكون سؤال واضح كثير تقدر جاوبهم. لو على تليفوني ما عندي مشكل. ناخذ اتصال جديد. الو. الو. تفضلي. ألو. تفضلي. بدي احكي معك بغالي. عم بيسمعك. كثير بدي اساله عن اولادي وعن صحتي وعن صحه جوزي. صباح الخير. صباح النور. صحيا ماني شايف خطر على حياة أي فرد، الأمور جيدة، الماضي لن يعود على سبيل الصحة. من ناحية الأبناء في ازدهار كتير كبير لأحد الأشخاص بقلب العائلة، هذا الشخص رح يكون رزقته رح تفتح فرد مرة، رح يكون مرتاح ورح يوقف حد البقية. يا حدا بده يجي من سفر بشكل مفاجئ أو حدا بده يسافر بشكل مفاجئ، المهم في دمعة فرح موجودة عندكم بقلب البيت تكون الأمور كتير إيجابية. برجع بقلك ما في خطر صحي على أي فرد. مرسي لاتصالك مدام. واتصال وسؤال جديد لمايك. عم تتعب مايك لما الواحد هيك بسرعة بده يكون دايما مركز مع كل شخص لوحده، بتتعب أكتر عبر التليفون هون؟ لا هون أكتر، هون أكتر شيء على التليفون كون عم بسمع الصوت واضح أكتر. هلا هون كون عم بصغي وقت كون حضرتك عم تحكي مع المتصل. أوكي تسمع الصوت منيح. كون عم بصغي بعدين خلص فر أنا عم بحكي معه. ولما يكون هيك وان تو وان أهين شيء. لا هيدي الصعوبة الكبيرة. ولا مع أنه بتشوف في الوجه بتشوف حركات. ما خص الوجه لأنه هون بيصير في عندك مسؤولية كتير كبيرة بالإلقاء الكلمة. أوكي. خاصة إذا كان وأنا من النوع اللي ما بحب شوف حدا حزن قدامي. إنه هيك بتضايق إذا حدا حسيته إنه حس بحزن أو دمع أو شيء كتير هالشغلة بتضايقني. طبيعي. اتصال جديد. ألو. بونجور. تفضلي مدام. ممكن أسمع السماعة؟ أكيد علي لنا صوتك عم بيسمع. ممكن أسمع السماعة؟ تفضلي. صباح الخير. صباح النور. كيفك أستاذ مايك؟ نشكر الرب. بحياة ربك بدي أسأل عن مستقبل أولادي وصحيا عني وعن زوجي. مستقبل أولادي صحيا عنا وعن زوجة. مرقت بمرحلة كانت شوي صغيرة زعجتك على سبيل الصحة، ولكن أتمنى عليك تخضعي لنظام غذائي على يد أخصائي. هيد الأمور بتريحك كتير وبتخفف لك النفخات اللي كل فترة عم تحسي بنفخة وتقل. من ناحية الأبناء الأمور جيدة جدا، ماني شايف أي نوع من الخطر تجاه المستقبل. بالعكس في شخص هو من النوع اللي بيعرف حاله شو بده كتير. هلا أنتوا بتعتبروا مرات، أعتذر للكلمة، وقح أو متسرع، ولكن الحق معه. أتمنى أنه ما حدا يقف بوجهه بالوقت الحالي. ناخد بعد اتصال. ألو. ألو صباح الخير. صباح الخير. تفضل. صباح النور. بنحكي مع سيد مايك. عم بيسمعك. كيفك سيد مايك؟ صباح الخير. صباح النور. يا أهلا سيد مايك. بدي أسألك عن بس وضع العاطفي ومهنيا واجتماعيا. ليك أمورك العاطفية طاغية على كل الأمور، يعني شغل راسك بهيدا الموضوع كأنه في حدا بدك ترجع ترده أو حدا بدك ترجع تمشي مثل ما كان ماشي بالسابق. هالشي ما رح يتم. في صفحة جديدة بدك تفتحها بالحياة وبأقرب وقت ممكن. من الناحية العملية أمورك مستقرة، ماني شايف أي نوع من الخطر من هلأ لست أشهر لقدام. بعد ست أشهر حضرتك رح تطلب التغيير وبتلاقي التغيير وبتكون منفتح أكثر، لأنه العام المقبل رح يكون في عندك عملك الخاص بانفتاح. مايك حضرتك بتسافر كتير وأكيد كتار من الأشخاص اللي بيحضروك من عبر شاشتنا بينطروك بهالبلدين، هل برا بتلاقي إقبال أكتر ولا بلبنان على التوقعات وعلى مايك يمكن؟ لا خارج لبنان أكتر هون. خارج أكتر. لبنان مثلا عندي سوريا، الأردن، في عندي بوسطن، الأي، بنيويورك، نيجيريا. هلا ان شاء الله عم نحضر رحله، في دعوه على لسيدني ان شاء الله نقدر نعملها، بس بدها وقت هيدا انه لازم تكون اخذ فرصه من هون. اي طبيعي. لا مشوار بعيد. بتقطع المشاهدين بلبنان ساعتها. الو. صباح الخير. صباح النور. حبيبتي بدي احكي مع سيد ماي. اكيد تفضلي. تسلمي. صباح الخير. صباحك بالنور.
يا اهلا. كيفك خيي؟ مشكور الرب. بدي اسالك حبيبي سؤال، الله يخليك. انا ابني صار عمره 50 سنه ما عم يفكر بالزواج. خيرا صنع. شو بدي اعمل فيه؟ اتركيه على راحته. ما خلقنا بالحياة حتى لنتزوج كلنا 100%. أحوى مار بولس ما كان متزوج، فمش بالضرورة أنه نتزوج وبعد فترة نمرق بمرحلة الطلاق. الإنسان لما بحس حاله هو مرتاح بيقدم على هيدي الخطوة، وهيدي أصعب خطوة بيقدم عليها الإنسان لأنه قرار كتير قوي. فأتمنى أنه ما حدا يضغط على حدا للزواج. من ناحية ابنك رح تفرحي منه، ولكن مش هلأ، مش ضمن هذا العام، ولكن بتفرحي منه، هاي بدك تطمني بالك. وصحيا انتبهي كثير على الضغط. اوكي، بعدنا بنفس الموضوع انه مش دائما بيكون كل شيء بيصير حوالينا ضدنا، في كل لصالحنا. 100% انه هو مبسوط بحياته وعايشه على رواق مثل ما هو بيرتقيها. بصيروا الاهل لا بدك تتجوز شفنا لك كذا، بتنخرب الحياه. فكل انسان هو يتخذ قراراته. كثير بيقوموا بهالخطوه بس لان في نق حواليهم، يعني هيدي هي كمان المشكله الاكبر. بصير حيال لحدا 100% بس لانه هن شايفين. بتعرفي كل اللي ما عم بيتزوجوا هلا وصلوا لاعمار عاليه، اذا بصير في زواج مدني في لبنان كلهم بيتجوزوا. والله؟ ايه لانه عم يمرقوا بامور كثير صعبه على صعيد المحاكم الروحيه بكل الطوائف كل الاديان. كتير صعب المرحلة، فبقول لك زواج مدني فتنة بتوافق بنظهر بتوافق، بينما المحاكم الروحية مكلفة جدا جدا. هلا بيقوموا عليك؟ لا، مش هن، في عندك المحامين الكنسيين والقضاة الكنسيين أو القضاة الشرعية. لا، الكل بده يقبض، منا مجرد كلمة وظهرت وبضل 3-4 سنين مادة، يعني بيخترب حياته. مش أكثر يعني، هون صرنا احنا عم نشجعهم للزنا 100%. هذا الشيء حرام. هي تظهر وبعد ما خلص الطلاق وعله 100%. رح نريحك شوي مايك، بنرجع لك بعد شوي. واكيد المشاهدين فيكم تضلكم عم تتصلوا بمايك، بعد البريك بيرجع بجاوبكم. نرجع لكم مشاهدينا، ودايما ضمن اتصالاتكم لمايك فغالي متلقي هون مباشرة على الهواء مواضيع كتير أكيد عم بيسألوها المشاهدين. بناخد اتصال جديد وأكيد بنرجع بنعلق عليها أكتر وأكتر. ألو صباح الخير. ألو تفضل تفضل. ألو ألو يا هلا. مش يمك فينا نحكي مع من شمك؟ تفضل. صباح الخير. صباح الخير يا اهلا حبيبي. مشي مايك؟ نعم. انا زلمه عمري 85 سنه قبل كل شيء. الله يطول بعمرك. وعندي شاب اتجوز من 3 سنين، بنشوف لنا حفيد منه ولا لا؟ راح تشوف حفيد توأم. ان شاء الله خير، فاذا اذا سمعت مايك توأم حفيدين. طبعا. قبل 2018 ان شاء الله خير يا رب، وهيك يربوا بعزكم. مايك، ضمن هالامور في كتير امور حياتيه بنحكي فيها ومنا الانجاب كمان. يعني في اوقات هيك بتلاقي انه في انجاب بكميه كتير كبيره، واوقات عدم الانجاب هو بيكون مشكله اساسيه. ما بعرف لاي درجه كمان فيها حكمه، يعني لكل شيء لك جواب وعندك جواب. شو الجواب؟ شو الحكمه؟ أول شيء أنه ربنا ساعة اللي بده يعطي بيعطي، وسخر العلم لمساعدة الإنسان تيقدر يعطي. فنحن ما قلنا غير أنه الصلاة هيها. في عندي كتير ناس عم يجيون أولاد عم بحطوها على الطريق، ما هي هي هيدي هيك دايما في. فمشان هيك ربنا لما يلاقي صار الوقت مناسب، في عندك ناس بعد 10 سنين صار في حبل. ربنا بس يلاقي أنه صار وقت مناسب انه هيدا الانسان صار قدرته يحمل هيدي المسؤوليه ويعرف كيف يربي، ربنا بيعطيها دغري، ما بيحرم حدا. اكيد الله لا يحرم حدا من بسمه ولد ببيته. ناخذ اتصال. الو الو صباح الخير. صباح النور. يسعد صباحك ويشي حلو علي. تسلميلي تفضلي. بدي اقول لاستاذ مايك كمان، يعني خالو ارتحم ان شاء الله على الفردوس العالي ان شاء الله. الله يخليك يا قلبي.
أم محمد من سويسرا، أنا كل ما بشوفك بتفائل فيك، بشم ريحة بلدي سورية من عندك. تسلم يا قلبي، تسلم. يخليني روحك. أنا مثل ما قلت لي ولادي كلها انضبطها، هالمرة بدي أسأل على وضعي. بعرف أنا بلا رجال، يا ترى حياتي العاطفية بتضل فاضية؟ ما رح تضل فاضية. عايش وحدانية أستاذ مي، والشاب اللي حكيت لك عنه محمد ما بعرف إيش رأيك يعني. أول شي حياتك ما رح تضل فاضية. في شيء المفروض من هون لأسبوع أو أسبوعين يرجع ينعش لك قلبك من أول وجديد، ترجع بتحسي بأنوثتك وبتبلش شوي شوي تظهر منك الوحدة. أمورك جيدة جدا في المستقبل القريب. ما تحملي همك، ترك الهم على رب العالمين وانت مشي معه بس. أمورك كلها جيدة وماني شايف أي نوع من الخطر لا عاطفيا ولا من الوحدة ولا صحيا عليك. نشكر اتصالك ومناخد اتصال تاني. ألو تفضل. ألو ألو تفضل، عم نسمعك. مرحبا. تفضل يا أهلا. جوزيف مايك. أهلا جوزيف، عم يسمعك مايك. نحكي مع الأستاذ مايك. عم يسمعك. عندي مشكلة، أنا قصير كتير ومش كتير شبابي ومش عم بقدر أتجوز، شو بدي أعمل؟ بس يرجع يا ترجع بتعيد السؤال بعزبك. صوت كنا عم بتقدم من كتير بنات، بس عندي مشكلة انه انا قصير شوي. عم بيتقرب من الصبايا بس مشكلته انه قصير. قصير ومش شبوبي، ما مش عم يمشي، مع انه وضع المادة ميسور شوي. وضعك المادي ميسور؟ إيه نعم. بتعدل بتعدل. لا 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 مش قصة تعدل سيد الكريم، بمجرد ما نقتنع بنفسنا إجباري العالم تقتنع فينا. ما تحط فكرة براسك أنه أنا إنسان قصير أو أنا إنسان من شبوبية. ما في شيء اسمه من شبوبية. ربنا خلق الإنسان على صورته ومثاله، ما حدا بيعرف صورته لله. بجوز تكون صورتك أنت لأله مش صورتي أنا أو صورة باسكال. لا، خلينا نقتنع باللي نحن عايشينه هون. هاي الطريقة الإيجابية اللي بتخليك تتقدم ويكون في عندك نجاح على الصعيد العاطفي. بدك تبعد هاي الفكرة كليا عن راسك، لأنه مثل ما في إنسان قصير في إنسان طويل، هي ذاتها. والطويل كمان منا شيء كتير حلو. فالإنسان مجرد ما يقتنع باللي هو فيه بيجبر العالم كله تقتنع. فأمورك رح تكون جيدة، وأنا أكيد أنه رح يكون في عندك ارتباط في القريب العاجل. ناخد اتصال جديد. ألو بونجور. بونجور، في أحكي مع مسيو فغالي. تفضلي. بونجور مسيو فغالي. صباح الخير. بس عندي سؤال. أنا في السنة سافر. عندها سفر؟ نعم. ضمن هذا العام؟ اي نعم. في عندك سفر. ايه بدي وقت هون. وقت بطل فيني اعطيك على الهواء، ما فيني اعطيك وقت. اذا بتبعتي لي صورتك بالايميل تكرم عينك بقدر اعطيك وقت، انه ما بكون 100% صحيح ولكن تقريبيا. اوكي، فيك تعطي على الميل. عم بيقطع قدامنا مايك @mikefighali.com. عم بيقطع قدامنا على الشاشه. ناخذ اتصال جديد وسؤال جديد لمايك. الو. اوكي، فاذا بانتظار كتار من الاسئله يلي عم بيوردوك مايك، يعني في اسئله بتكون بدها دقه وبدها تفاصيل معينه. في صوت وفي اوقات الشكل وفي اوقات مثل ما عم تطلع. هلا الصوت بيعطينا كل شيء مخزون بالعقل الباطني. اوكي، وطريقه الحكي كمان بحد ذاتها توناليتي. خليني اقول طبيعي. خلال الصوت عم فوت على العقل الباطني. العقل الباطني الشيء ما بيكذب. مرات بالحياة بتحسي حالك انه ديجافو، ولكن هيدا بيكون عقلك البطن اخدك لمطرح معين وراجع بس ما عم توعي له. بالسؤال اللي بتسأليه اذا في الإجابة موجودة عندك جوا نعطيك اياها. مش نحن عم نبصر كلمة تبصير، مش عم نبصر، عم نقله اللي حيصير معه، اللي هو أصدق شيء بالإنسان عقله الباطني. فرح عم نعطيه. يعني مرات ما بكون هذا الشيء مش موجود من جوا، بنضطر انه نطلب صوره او الشخص يكون موجود. سؤال جديد لك. الو صباح الخير. صباح النور. ممكن احكي مع الدكتور ما؟ تفضل. انا بدي اسال بالنسبه للرزق وبالنسبه للصحه. الرزق والصحه. صباح الخير.
خير استاذ ماي. من الناحية المادية الأمور على ما هي عليه، ما فيها تطورات. أو ثلاثة أشهر، بعد ثلاثة أشهر بلش بيصير في عندك تطورات بسيطة تستمر لغاية آخر العام، بمطلع العام المقبل بتكون الأمور إيجابية جدا. صحيا ما في أي نوع من الخطر عليك، أمورك جيدة. نشكر اتصالك ومناخد اتصال جديد أكيد مباشرة على الهواء. أسئلتكم لمايك. ألو ألو تفضل. ألو عم نسمعك. ألو مرحبا. عم نسمعك تفضلي. فيني أحكي مع دكتور ماي؟ تفضلي. ألو صباح الخير. صباح النور. يا أهلا. بدي بس أسأل عن صحتي وعن صحة ابني. ما في خطر على صعيد الصحة، ولكن أحد أفراد العائلة عنده حساسية شبيهة بالربو، لا تشكل خطر في المستقبل. خلص سؤال سريع على سؤال واضح جواب أوضح. ناخذ أكيد سؤال جديد، ودايما يمكن الأسئلة يلي بتتعلق بالمادة في هيك يعني بدهم وقت، بدهم أمتين بأمتين بدي بيع، بس دايما الإنسان بيسأل بدي أربح اللوتو وهو مش قاطع ورقة. بتصير معك كمان بس نسعى وراء الشيء أكيد بناخده. مجرد ما نسعى لعمل معين ناخده. فدايما الإنسان لازم يسعى، بيسعى العبد وربنا بيقف حده بيساعده. بيسألوك عن أرقام لوتو؟ بتصير مرات. تعطيهم ثلاثة ولا ستة؟ ولا شيء. ولا شيء. تاخذون أنت بتسحبون لا مش قصة أنا بسحبهم، بس أنا ضد إنه أدفع ولو إنه ليرة على شيء في أمل إني أربح فيه، من انه اعطي هيدي الليره لحدا محتاج يكون بحاجه يجيب رغيف خبز فيها. هيدي عائلتي انا، مش عم بقول للعالم ما مره ساحب يا نصيب ولا لوتو. لا 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 ما بتسحب. بتعدى نوع من مار؟ ايه اكيد. ولا عم بامر انا ب 1000 ليره تطلع 2000 ليره، خسرتها برجع بحط 1000 ليره ثانيه ترجع تطلع. اذا ربحت بتعطي لاكبر عدد من المحتاجين. ما بجرب اسحب حتى لي اربح، ما بجرب اسحب. عنيتهم. المصاري بتغير عالم. اكيد. بدي اللقاء. اكيد. اتصال جديد، الو. الو. بونجور. فيني احكي مع مسيو مايك؟ تفضلي. تفضلي. مسيو مايك. صباح الخير. صباح النور. يا اهلا. حب اعرف عن عائلتي وعن عندي بنوت اذا عندها ارتباط ولا لا. عندك فرحة بقلب البيت وتكون الامور جيدة، ولكن اتمنى عليكم انه ما تكونوا معارضة قوية بوجهها. لو انتم ما اقتنعتوا، اذا هي ما اقتنعت اتركوها تكمل حياتها بالطريقه اللي هي بتحبها، انتم عليكم تفسروا لها بعض الامور، ولكن اختيارها هي رح يكون صائب، ومن ثم بعد الارتباط رح يكون في عندها سفر. صحيا ما في خطر على فردنا العائله. مايك بيستعينوا فيك اوقات الاهل حتى تقنع اولادهم اذا كان مش نصيبهم او مش ما بجرب فوت في الموضوع، ما بتفوت بهالامور كثير، بيطلبوا هذا الشيء ولكن ما بفوت في الموضوع لان في كثير ما بيتقبلوا هيدي النقطه. واوقات بيسالوك، يعني مره صارت قدامي ام كانت عم تسالك وقلت لها انه ما تخافي مش رح يكملوا سوا، لما قالت لابنها ما قبل على الفكره، وهو بالفعل ما كملوا سوا ويمكن كانت لصالحه، بس بوقتها ما تقبل ولا شو عرفه. ما حدا بيتقبل الفكره، لك هي مثل الميديكال شوك، الصدمه، ما حدا بيتقبلها دغري، بس يقعد يفكر فيها، لا بيرجع بيمشي فيها بطريقه كثير ايجابيه. خلينا ناخذ اتصال جديد. الو. تفضلي. صباح الخير مدام. يا اهلا، نشكر الله، يعطيك العافيه. وإلك كمان. ممكن احكي مع مسيو ماي؟ عم بيسمعك تفضلي. مرحبا مسيو ماي. صباح الخير. صباح النور. يا اهلا. بدي اسالك ثلاث اسئله عن المعروف. القلق ليش بضل عنا قلق؟ يعني اللبنانيه عامه يعني بسمعهم كله عنده قلق. ثاني شيء بدي اسالك عن ابني، ما تجوز عمره 30، بدي اسالك عني عن الصحه العاطفة وإذا عندي نقلة. نعم. مون معروف. هلا من ناحية القلق، لأنه مش عايشين توازن طبيعي بالحياة، ما عارفين حالنا إذا عم نشتغل إذا رح نقبض معاشنا أو رح ننشحت، هاي أول قلق.
ما عارفين حالنا إذا رح يطلع دخان يعملنا نوع من الأمراض أو لا، ما عارفين حالنا إذا رح فينا نجيب ربطة الخبز بكرة أو لا، وبنزيد على هيدا وكله نعطى الهم فلان تجوز فلان أكل فلان شرب. إذا نحن بنبسط الأمور بطل في عنا قلق. من ناحية ابنك بيوصل لمرحلة فيها زواج وقبل الأربعة وثلاثين. من ناحية حضرتك أتمنى عليك الانتباه جدا على الصعيد الصحي، ولو بتشيل شوي هالوسواس اللي براسك أنه من الممكن يكون عندك كانسر أو شيء هيك، لأنه ما معك شيء نهائيا، بس خليكي منتبهة على صحتك بنوعية الأكل مش أكتر. نحن بنشكرك مايك، مضطرين ننقل مباشرة للبيال لمتابعة كلمة.